بعد مفاوضات دامت لأكثر من 5 سنوات، اعترفت ألمانيا لأول مرة بارتكابها إبادة جماعية بحق شعبي هيريرو وناما في ناميبيا منذ أكثر من 100 عام، وتعهدت بتقديم مساعدات تزيد على 1 مليار يورو. وقعت ناميبيا تحت الاستعمار الألماني رسميا عام 1884 ضمن ما عرف بالتدافع على إفريقيا، إذ خططت دول غربية لغزو القارة والسيطرة على مواردها. وفي عام 1890 وقعت كل من ألمانيا وبريطانيا العظمى على معاهدة زنجبار، وبموجبها توسع الاستعمار الألماني في ناميبيا. ولأن المستعمرين الألمان تبنوا أفكار داروين، فاعتبروا أن السكان المحليين أقل تطورا من البشر ومارسوا أبشع أنواع الاضطهاد والقمع ضدهم. كل تلك السلوكيات الإجرامية دفعت بشعب الهيريرو وتبعه شعب ناما لمحاولة إنقاذ أنفسهم والخلاص من المحتل الألماني. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من شعب هيريرو ونحو 50% من شعب ناما تعرضوا إلى الإبادة. تحررت ناميبيا من الاستعمار الألماني عام 1915 باستسلام القوات الألمانية لقوات اتحاد جنوب إفريقيا التابعة لبريطانيا العظمى، وذلك ضمن الهزائم المتلاحقة التي منيت بها ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى.